مرحبا بكم، مرحبا بكيف مشاهدينا الكرام. اليوم مش نحكي ولا حادثة غريبة من نوعها، حيث شهدت تونس وفاة 15 شخص وإصابة 344 خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 15 شخص وإصابة 344 آخرين، وذلك في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك وفق متحدث باسم الحماية المدنية. وأضاف كذلك ذات المصدر أن اليوم الأربعاء 21 جوان 2023، في بلاغ أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة ب 366 تدخل، بينها 110 تدخل للنجدة والإسعافات بالطرقات، و 195 تدخل لإسعافات في غير حوادث المرورية، و 50 تدخل لإطفاء وإخماد الحرائق.